يدخل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية يدخل غدا السبت سباق شمال الولايات المتحدة الأمريكية للرجل الحديدي والذي يقام في تكساس وعينه على تحقيق إنجاز جديد للرياضة البحرينية في التجمع العالمي الكبير والذي دائما ما يحفل بمشاركة واسعة من قبل مختلف لاعبي العالم. وسينطلق السباق عند الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت مملكة البحرين بإقامة منافسات السباحة ثم سباق الدراجة الهوائية وينتهي السباق بجولة الجري. ويدخل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في سباق رجل الحديدي بتكساس وهو يتكئ على تاريخ ناصع ومرصع بالإنجازات العالمية الكبيرة والتي جعلت من سموه من أبرز لاعبي هذه الرياضة. وكان الفريق البحريني للترايثون بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قد أنهى تدريباته السباق حيث أجريت الحصة التدريبية الأخيرة في البحيرة المخصصة للسباحة في ظل المشاركة الواسعة والعدد الكبير الذي سيشارك في المنافسات. وفي نهاية الحصة التدريبية الأخيرة التقى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مع أعضاء الفريق وحثهم على إنهاء السباق بصورة متميزة والعمل بكل جد وإخلاص في سبيل تحقيق إنجاز جديد وآخر لفريق البحرين بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها الفريق في المسابقات الماضية، مشيرا إلى أن الفريق ومن خلال الخبرة الواسعة التي اكتسبها قادر على تعزيز الإنجازات بصورة تكفل رفع علم المملكة عاليا في مختلف المحافل. ويتكون الفريق البحريني المشارك في السباق إلى جانب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة كل من الشيخ خالد بن حمد الخليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية، والشيخ خالد بن علي الخليفة الشيخ صقر بن سلمان الخليفة رئيس الاتحاد البحريني للترايثون، محمد الغيس علي جناحي ميكيل كالاخورا ديفيد تايلر كيفين أورلاند وديفيد بلاس الذي سيشارك في مسابقة المحترفين. هذا وعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن ارتياح الاستعدادات الكبيرة للفريق التي سبقت انطلاقة السباق، وذلك من خلال الإطلاع على كافة التحضيرات والتي تؤكد جاهزية الفريق البحريني للمشاركة في السباق الهام. وأشار سموه إلى أن الفريق البحريني قد وصل استعداداته بصورة شاملة في البحرين لغاية المشاركة في هذا السباق. وأضاف سموه إلى أن كافة الأمور مهيئة بصورة جيدة للفريق لإكمال كافة المراحل التي يتضمنها السباق والنظر إلى تحقيق إنجاز جديد للفريق في سباقات الرجل الحديدية، ليؤكد أن الفريق البحريني بات رقما مهما وصعبا في جميع البطولات التي يشارك فيها. كما أشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أن الفريق عازم على تحقيق إنجاز كبير ومتميز في البطولة لتأكيد النجاحات التي حققها الفريق في البطولات السابقة وتعزيزها، مبديا ثقته في أعضاء الفريق بتحقيق إنجاز آخر وجديد. هذا وقام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بتسليم المعدات والدراجة الهوائية إلى اللجنة المنظمة للبطولة ووضعها في المكان المخصص لها والقريب من منطقة الانتهاء من منافسات السباحة لها، حيث يعتبر تسليم المعدات من الأمور المهمة في السباق. والله كانت حكمة أن ما يخلونا نسبح من وقت في هالماي هذا، يعني الرؤية فيه متدنية. يمكن احنا كنا تجينا اعراض بسبه الماي لو سبحنا من وقت، الله يستر باقي يوم واحد على السباق. الماي زين راكد، لكن يعني تعرف اختار الماي الحلو شوي، قد تكون فيه يعني امراض اكثر من الماي المالح. الرؤيه غير واضحه في الماي على ما يبدو، يعني صعبه خاصه السباق. سباق مرحله السباحه غير واضحه لان فيها لفات كثير، نطلع داخل تقريبا كيلو نرجع ثم ندخل في القناة، ندخل بين الأشجار هذه ثم ندخل في القناة اللي بين المباني. فأسهل منطقة هي القناة اللي بين المباني لأن ممر، ولكن أصعب فترة في السباحة هي الوصول لهذه القناة.